برشا قويل وحديث على مدرب الترجي المستقبلي بعد خلافة ترق ثابت وبعد ماتش صفاقس والتوقف الدولي ممكن يخلي الإدارة الفنية للترجي يتغير المدرب وتبدأ صفحة جديدة للعام 2024 خصوصا وأنه الفريق قادم على مستحقات كبيرة في دوري الأبطال الإفريقية وتحديات البطولة وغيرها من المحافل اللي تكون توالي المدرب السابق لنادي الوداد المغربي إداول اسمه برشا عادل رمزي المدرب اللي عبر على ساعاته الكبيرة بتداول اسمه على السوشيال ميديا والعالم التونسي وصفحات المختلفة كأحد المرشحين البارزين لقيادة فريق الدم والذهب بعد تلقيه عرض رسمي حتى الآن لم يتم ولكن الوجهة نحو هذا المدرب قريبة جدا خصوصا أنه عنده خبرة على المستوى الإفريقي وكذلك هو قاري مليح الفرق شمال افريقيا وخصوصا الترجي يعرف ملعبيته مليح والإدارة كومام قررت تجديد الثقة في المدرب الحالي طارق ثابت إلى غاية الآن ومنحه فرصة ثانية من أجل تطوير نتائج الفريق للفترة الجاية خصوصا أنه الترجي في بريباراسيون الماتش فاقس من نجم يقص المدرب على الخدمة هذه كيف كيف تحدث المدرب المغربي بإعجاب كبير عن الترجي واستحضر ذكرياته في مواجهة ترجي في الأفريكان ليج وفي مقابلة حصرية قال أنه تفاصيل مغادرته لنادي الويدات بالإضافة للعديد من المواضيع الأخرى مثل حظوظ المنتخبات العربية حتى في بطولة كاس أمم أفريقيا في ساحل العاج 2024 ومنه المنتخب التونسي يحكي عليه لكن بخصوص الأداء متاع الترجي في الوقت الحالي كي سألوه المدرب هذا المرشح لخلافة طارق ثابت قالوا له شنو رايك في الترجي حاليا والنتائج اللي قاعد يشوفها قال كي واجهت الترجي اكتشفت سبب القوة متاع الفريق هذايا وعلاش يصنفوه من كبار القارة الافريقية النادي اللي يملك مجموعة ممتازة من اللاعبين بالاضافة الى القاعدة الجماهيرية الكبيرة اللي هنا ما ننساوش الميركاتو متاع الترجي والكاليتي متاع الملاعبية راهو غير توظيفهم ممكن حاليا ما تمش بالصحيح وقال كيف كيف المدرب المغربي انه ما شاهدته عن قرب في لعب كونتر الترجي في رادس خصوصا انه يتسمى الترجي بالقوه هذه على كل المستويات منها خاصه مجلس الاداره متاعو واللي جعله يشرف دائما الكره الافريقيه وبسؤاله هل تعتبر ان تلك المواجهه هي الاهم في مسيرتك قال انه تواجد الترجي مرتين ذهب واياب هو من الاشياء التي لا يمكن ان تنساها في مسيرتك وستبقى حتما في ذاكرتي خصوصا انه الماتش كان ضمن اول نسخه من بطوله جديده الافريكان ليج وعن سؤال هل تطمح لتدريب الترجي في المستقبل وهذا توازي عن ما الاخبار المتداوله حاليا في السوشيال ميديا وحتى في الصحف الالكترونيه والصحف المكتوبه انه المدرب المغربي عادل رمزي يكون قريب جدا من تولي قياده الترجي عبر واحكى قال انه بالنسبه ليه مسيره طويله كلاعب عملها ثم كمدرب حتى في اوروبا قال عملت تضحيات كبيره في افاده الكره العربيه والافريقيه بالنسبة له الترجي هو فريق كبير وشارف له تدريبه في نهار من وهذا تحدي ضمن طموحاته المستقبلية يعني الراجل ما هوش مسكر الباب في انه يجي ويكون موجود على ثمة الترجي ومن اللاعبين اللي ينالوا اعجابه المدرب هذايا في الترجي كي تم سؤال وقال للمجموعة الكلها قوية والضمم لاعبية ممتازين جداً لكن ركز على ثلاثه ملاعبيه في الترجي خصوصا لهنا على مركز الدفاع الدولي ياسين مرياح والظهير الايسر محمد امين بن حميده وحكى على لعب خط الوسط الشاب غيث الوهابي صراحه قال انه مستواه قوي برشا وبدرجه اقل فما الثنائي البرازيلي رودريغاز ويانساسي ومن ثم الجزائري حسام غشا. وبسؤاله هل ترى انه تجربه المدربين العرب اللي جايين من اوروبا ما نجحتش في في شمال افريقيا ولا بحكم انه جامل من التصنيف قال كل مدرب عنده طريقه العمل نتاعو الخاصه به والظروف تختلف واللي تولد في المغرب وجاء لاوروبا لعب للمنتخب نتاعو ومن بعد يلقى روحه في اكيب كيما الوداد عادي جدا بشرق فروقات لكن يتحدى كيما تقود فريق كبير كما الترجي كما الوداد وغيره. هذا بتعبير المدرب المغربي اللي قلنا مرشح باش انه يكون موجود على ذمه الترجي. ممكن رسالته الاخرانيه زده في تصريحه الاخر قال انه تونس من البلدان اللي نحبها ونحب نوجه تحيه للجماهير التونسيه وخاصه لمشجعي الترجي، ممكن هذه تكون رساله مشفره على قربه من تولي تدريب الترجي خصوصا انه حتى كيف تم سؤال وليد قرفاله الناطق الرسمي الناطق الاعلامي في الترجي على خصوص المدرب هذايا وحسب موقع سيت انفو سبور اللي قال على حسب كلامهم انهم صرحوا مع وليد قرفاله تصريح قال فيه انه الى حدود الساعه لا توجد اي نيه لتغيير المدرب طارق ثابت رئيس النادي يدعم تواجد في رأس العريضة التقنية خلال هذه المرحلة ويحظى بثقة أعضاء النادي والإطار التسييري يعني لنكر وجود المدرب الجديد المغربي وإلا فكرة أنه فم مدرب جديد ما نكرهاش ما قالش قطعا لا والمدرب طارق ثابت باش نكمله مع الآخر الموسم وورانا ما ناش باش نغير المدرب جبنا لا قال رئيس النادي عاطي فرصة جديدة لطارق ثابت باش أنه يكمل المرحلة هذه ستو من غير تفاصيل أخرى لكن اللي هو مهم للجمهور انه اكيد الاداره في الترجي قاعده تخمم في مدرب وقاعده تعمل في ليستا نتاع الاسماء اللي قادره انها تعطي لي بلوس آه خاطر شوف مدرب جيد ومحنك وعنده خبره افريقيه برشا يتسائلوا باه كي تبدل المدرب نفس اللعب باش يقعدوا النتائج باش تقعد كما هي وكل شيء لا المدرب اللي يكون بالحق في المكان الصحيح هو اللي قادر انه يعمل تكتيك صحيح وينظم البلايس ويعمل غربله ويعرف كيفاش يتعامل مع الرصيد البشري نتاعو وينوع في اللعب سورتو حسب النتيجه وحسب التكتيك وحسب المجريات نتاع كل ماتش ومتاع كل منافس ماكش تلعب في ورقه واحد مع واحد تساوي اثنين الكره فيها برشا حيثيه اخرى ختاما باش نحكيو على رجوع مهاجم الترجي من جديد بعد الاصابه، ممكن تعزيز مهم جدا كونتر صفاقس خصوصا انه برشا فما اصابات وفما برشا ارهاق وريتم صعيب تعدى من بطوله عربيه الافريكان ليج للتشامبيونز ليج للبطوله الوطنيه، عوده محمد علي بن حموده مهاجم الترجي بين قوسين برشا غش بالنسبه للجماهير للمهاجم هذا محمد علي بن حموده اللي اللي يشوفوا الجمهور انه يضايع برشا. لكن ككاليتي اول ما جاء عمل حاجات مش نورمال وكان يمركي بالراس وكان يخ يصنع من من نص فرصه هدف ما فهمتش علاش العامين هذوما الاخرانيين العام الاخراني اللي, اللي تعدى مردوده قاعد يتراجع رجع للمشاركه في التدريبات الجماعيه وقادر انه يلتحق بالمجموعه خصوصا انه كانت عنده اصابه على مستوى الركبه لكن الفحوصات الطبيه اكدت رجوعه وتداركه بعد راحه ثلاثه اسابيع وكان تخلف على برشا ماتشوات لكن من المنتظر انه يرجع ويعزز صاحب ال 25 عام قياده القائمه في الاحمر والاصفر ان شاء الله ماتش صفاقس يكون موجود نهار 27 من شهر ديسمبر على ملعب حمد العقربي برادس في اطار الجوله 12 من البطوله مش السوبر هذايا نتاع التونسي لا هذه البطوله ويحتل الترجي صدارة الترتيب كما نعرفه ب 25 نقطة ومن بعد يحتل صفاقس المركز الثالث برصيد 22 نقطة وذلك من مرور تسعة جولات على انطلاق المسابقة إن شاء الله بالتوفيق للترشيد ثلاثة نقاط مهمة والأهم بالنسبة لنا توا ما نقعدوش في دوامة المدرب والمدرب الجديد نقعدوا مركزين مع ليكيب ونشجعوا ومع الليفاكتيف باش انه يقدم رياكسيون ويشجع الجمهور كما هو يشجعو زاد الجوارات لازم تشجع الجمهور وتخليهم مرتاحين نفسانيين من اول ربع ساعه يا خويا مركي سلام